أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سؤال آخر بعثه محمد سعيد، يقول: أثناء صلاة العصر وجدت نجاسة في ثوبي بحجم حبة العدس أو أكبر قليلا، فأتممت الصلاة، فما حكم صلاتي؟ إذا تأكدت أن ثوبك عليه نجاسة فإنه يجب عليك الانصراف، يجب عليك إن أمكن أن تخلع الثوب أو تخلع الملبوس الذي فيه النجاسة، إن أمكن أن تخلعه وتستمر في صلاتك تكون مستور العورة، فإنك تفعل ذلك وصلاتك صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعاله ثم خلعها في أثناء الصلاة، خلع الصحابة نعالهم، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم لما سألهم لماذا خلعتم، قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، قال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى لذلك خلعهم. إذا تمكن المصلي أن يخلع الملبوس الذي فيه نجاسة في أثناء صلاته إنه يخلعه ويستمر في صلاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما إذا لم يتمكن من خلعه فإنه ينصرف من الصلاة ويغسل النجاسة أو يبدل الثوب بثوب آخر، يصلي بثوب طاهر، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة البدن وطهارة البقعة والطهارة من الحدث. نعم، بارك الله فيكم. لو اكتشف هذه النجاسة بعد أداء الصلاة؟ أما لو اكتشف بعد أداء الصلاة ولم يعلم بها في أثناء الصلاة ولم يتذكرها في أثناء الصلاة فإن صلاته صحيحة. نعم.